كل الظروف المادية والبشرية هيئت من أجل ضمان السير الحسن لتشريعيات الرابع مايو المقبل، ولو وجود لسياسة التقشف في العملية الانتخابية، يقول الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. احنا مجبرين على توفير كل الشروط بما فيها الشروط المالية البشرية والمادية لإنجاح العملية. ما نقدرش نتقشف في عملية الانتخاب مدام كاين عدد معين تاع الناخبين موزعين على مراكز، داخل المراكز موزعين على مكاتب التصويت. كل هذه العملية تم التسخير لها كل الوسائل. إلى جانب ذلك، تم شطب حوالي 287 ألف من مزدوجي التسجيلات من القوائم الانتخابية. تم شطب 287 ألف مزدوجي التسجيلات. شفنا لأن بعض الناس اللي عندهم نفس الأسماء ونفس الأقباب بصح ماهمش هما سي دي زومونيم. حنا باه بوريفيتي لي زومونيم واش درنا؟ زدنا أدخلنا الشيء اللي درناه، استغلينا هذه الوسائل التكنولوجيا، أدخلنا الرقم تاع عقد الميلاد. هذا وبلغ عدد ملفات الترشح المودعة على مستوى الولايات إلى 1088 ملف. إيداع في آخر أجل 5 مارس على الساعة منتصف الليل كان آخر أجل لإيداع الملفات، وكما قلت كما صرح بها معالي السيد وزير الداخلية 1088 ملف تم إيداعه من طرف الأحزاب والقوائم الحرة على مستوى الولايات. هذا وسيتم الإفراج على القوائم النهائية للانتخابات التشريعية يوم 26 مارس الجاري.